دولة بأنها مهددة وأنها يا سيدي المهددين أصلا والذين ضربوا مرة واثنين وثلاثة وعشرة هم من إسرائيل. الذي ضرب المدارس المصرية للأطفال هم من إسرائيل. الذي ضرب الكثير من المنشآت دكتور المدنية بركات طبعا هو هم من يعرف إسرائيل. هو يعرف هذه الحقيقة السيد عفيفي، لكن يقول استطاعت أنا تقنع أعلم. الأمريكيين، أن تقنع الأمريكيين، هذا هو الذي أيوة قال. أنا نعلم. ليه بقى؟ ما أنا جاي من هنا أقول إيه؟ إنه للأسف إسرائيل لديها الإعلام الأمريكي جزء لا يتجزأ من إسرائيل كله، باعتبار أن رجال الصحافة و إلى آخره معظمهم لهم انتماء عضوي، إن لم يكن عضوي فهو انتماء معنوي لإسرائيل. إذن هل أخذ العرب نفس الفرصة لكي يبدوا آراؤهم لمختلف الجهات المسؤولة في أمريكا؟ هل فتحت الأبواب لهم لكي يمكن أن يجلسوا جلسات استماع متكررة؟ أبداً، ما فيش شيء من هذا القبيل. القاضي الذي جاء من أستراليا وحقق في بعض الاعتداءات الإسرائيلية أدان إسرائيل لأنه جاء واستمع ورأى وسجل. طيب، فإذا نحن نطلب يعني بعدالة حتى في الإعلام. على كل حال هذا التوجه يفترض أن يكون للرأي العام الأمريكي وللكونغرس. نعم. الأمريكي. نعم. والذي يتبنى. نعم. بالكامل استراتيجية الأمن. نعم. الإسرائيلي في المنطقة. لأطرح مجددا على الدكتور علي السؤال أو الجواب على الأقل الذي قاله السيد عفيفي من نيويورك. دكتور علي، الغواصات النووية الأمريكية بحسب السيد عفيفي، طبعا وحسب الأجواء التي نقلها، إنما هي موجودة في المنطقة لتدافع عن المنطقة المهددة من قبل إيران. هذا سؤال. ثانيا، على مستوى الالتزام الأمريكي في تجاه هذا المؤتمر، وقال لن يكون هناك التزام بانتظار ما قد يحصل من تطورات، ماذا يعني هذا الأمر بالنسبة لكم؟ تفضل. إيران هيش تهديد برأي. كما قلت أن إيران لم تكن مطلقا مصدر تهديد لأي دولة مجاورة. صدام حسين فرض حربا على إيران، وإيران دافعت عن نفسها في تلك الحرب، وعندما هجم صدام إيران جاءت الأساطيل الأمريكية إلى الخليج الفارسي واستقرت في هذه المنطقة للدفاع عن صدام حسين. هذا هي الحقيقة، وليس للدفاع عن الدول العربية الأخرى كما قال الضيف. من جهة أخرى، أن إيران لا تمتلك أسلحة هجومية، وكافة الأسلحة المتوفرة في إيران هي دفاعية فقط، وإيران دائما أبدت رغبتها في إقامة علاقات ودية وحسنة مع كافة الدول المجاورة، خاصة الدول العربية والدول المسلمة في هذه المنطقة. من جهة أخرى، إن الكثير من هذه السفن الأمريكية، وقبل أن يطرح الموضوع النووي الإيراني، كانت موجودة في هذه المنطقة، إذن لم تأتي بسبب ما يقال عن وجود تهديد إيراني، بل جاءت لاحتلال منطقة الشرق الأوسط احتلالا عسكريا. الخليج الفارسي هي منطقة بإمكان إيران ودول دولها أن تحفظ وتصون أمنها على أحسن ما يرام. إذا لماذا جاءت الولايات المتحدة بأسطولها البحري إلى هذه المنطقة لتربط إلى جانب المنشآت النفطية؟ الواقع أن أمريكا تبحث عن مصالحها وليس للدفاع عن الدول العربية مقابل دكتور علي، ربما إيران. هذا يتطلب المزيد من النقاش، لكن النقطة المتعلقة بعدم الالتزام الأمريكي، حتى نرد أيضا على السؤال الذي طرحناه، يعني هناك إجماع كما قلنا في هذا المؤتمر، وهناك على ما يبدو موقف ملتبس، موقف أمريكي ملتبس، لن يكون هناك التزام ما لم يحصل تطورات مهمة في المنطقة. كيف يمكن النظر إذن إلى هذا الموقف الأمريكي؟ أن الولايات المتحدة هي أكثر من الدول الأخرى كانت تسعى لكي يثمر هذا الاجتماع،
وأن تتوصل دول مختلفة إلى إجماع حتى لا يفشل اجتماع نيويورك. إذن إن كافة الدول وهي قرابة 200 دولة توصلت إلى هذه النتيجة أنه يجب أن تكون أجمعوا على أن الكيان الوحيد الذي سبب النووي في هذه المنطقة هو الكيان الإسرائيلي، لولا الرؤوس النووية والنشاط العسكري النووي الإسرائيلي لما ذهبت الكثير من دول المنطقة في الاتجاه النووي. إذن أن إسرائيل هي العامل الأساسي، والولايات المتحدة تعرف هذه الحقيقة. إذن إذا كان مقررا أن تنجح نتائج هذا الاجتماع فإن عليها أن تدعم البيان الصادر عنه. إذن إذا أرادت أن لا تدعم أمريكا هذا البيان فإنها سوف تضع الخطوة الأولى باتجاه فشل نتائج هذا الاجتماع. على كل حال هكذا هي الأجواء حتى الآن من قبل الإدارة الأمريكية. موقف الرئيس أوباما كان واضحا. أعود إلى نيويورك إلى السيد عفيفي. سيد مهدي، يعني البيان في النقطة الإيرانية، البيان الذي صدر، بيان الإجماع الذي صدر باستثناء التحفظ الأمريكي على ذكر الكيان الإسرائيلي لم يشر إطلاقا إلى إيران. هل تعتبر ما حصل هو بمثابة انتصار للموقف الإيراني ولموقف من أراد أن يصر على ذكر هذا الكيان، خصوصا وأن الرئيس أحمد نجاد كما هو معلوم حضر الافتتاح ووجه انتقادات لاذعة لدور الولايات المتحدة وللكيان الإسرائيلي؟ كيف تنظرون إلى هذه النتيجة؟ اسمح لي أرد برضو على بعض النقاط اللي أثيرت وحرد على سؤالك لو سمحت. نعم. أولا بالنسبة للدكتور من القاهرة، أولا نحن كعرب أمريكيين لابد أن نوضح موقفنا مع إخواننا في فلسطين واضح وصريح. كون أن احنا بنعرض الواقع الأمريكي ده لا يتناقض أبدا مع يعني حمايتنا بكل شيء من الأشكال لإخواننا في فلسطين ومساعدتنا وتأثيرنا في الداخل وفي الخارج في هذا الموضوع. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، هناك وهم عربي. الأخ بيقول لم يسمح للعرب، ما فيش حد هنا بيسمح له. إما كنتش أنا أخذ من وقتي ومن مالي وأروح وأشارك في العملية الديمقراطية ما حدش هيفتح لي الباب. الوهم العربي ده لابد الناس دي تفوق وتعرف إن في الولايات المتحدة الأمريكية إنك أنت اللي بتفرض يسمع لك أو لا يسمع لك بحسب تأثيرك بحسب قوتك بحسب إنفاقك على هذه الأمور. سنة 1950 حتى لا نغرق كثيرا في هذه النقاط، حتى لا نغرق كثيرا في هذه النقاط، لو نجيب على السؤال الذي طرحناه، وإذا كان لديك من تعليق على ما قاله الدكتور علي تفضل. هو في الحقيقة مهم جدا إن احنا نعرف إن البيان وضح أن لابد أن يكون هناك حل شامل للشرق الأوسط. نعم. هذه مسألة معقدة ولا يمكن أن فرد من الأفراد يقول وجه الاتهام لإسرائيل النهاردة بعد 30 سنة من عملها في إقناع الشعب الأمريكي والكونغرس أن يقدم لها. لن يحدث الكلام ده. الواقع الأمريكي أن النهاردة لابد يكون هناك سلام شامل في الشرق الأوسط يبدأ من التزام إيران والتي هي في وجه المدفع الآن إن هي تلتزم مع المنظمات الدولية ويبدأ هناك نوع من الحوار في المنطقة للسلام كي يقتنع الناخب الأمريكي وكي يقتنع الكونغرس الأمريكي بأن هناك مجال، ومن هنا سيكون هناك ضغط على إسرائيل ليس فقط من الأمريكيين بل من اليهود المعتدلين أنفسهم اللي احنا دايما بنحط كل الناس في بلطقة واحدة ونعتبرهم. الكلام ده مش صح. طيب أعود إلى القاهرة مجددا إلى الدكتور محمود بركات، طبعا حتى أيضا لا يعني يأخذنا المجال للرد على ما يصدر من تعليقات دكتور بركات. مندوب إيران، أبقى في النقطة المتعلقة بموقف إيران، مندوب إيران اعتبر تعليقات أو تعليق الولايات المتحدة على نتائج المؤتمر